السنة دي مولد النبي مش زي أي سنة، مولد بطعم الحرية اللي ضاعت مننا بقالها 30 سنة. لكن يا ترى هنعرف نحتفل بالمولد؟ كل حاجة في مصر بقت مختلفة. الأحداث فرضت على الناس إنهم يركزوا تفكيرهم في مستقبل البلد بدل ما يحتفلوا بالمولد. الناس بقت قاعدة في بيوتها خايفة تنزل، واللي بينزل بينزل للضرورة وبس، يا دوب يخلص شغله ويرجع تاني. الحقيقة إن المصانع كانت بتجهز لليوم ده، والشوادر اتنصبت، والعرايس كانت جاهزة للبيع، والحلاوة متزينة. لكن للأسف اللي حصل في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي غير كل حاجة. الموسم اتضرب، فبقت خسارة من كل ناحية على مصانع حلاوة المولد وبياعين القطاع اللي فرشوا وزينوا ونصبوا الشوادر، ومن ناحية تانية على الزباين اللي ما بقتش تشتري حاجة مش بس حلاوة المولد. زمان من سنين كده كان الموضوع له طعم تاني. كانت الناس بترتب للمولد من قبلها بأسبوعين مثلا، تشتري حلاوة المولد لكل العيلة، ده غير طبعا عروسة المولد للبنت والحصان للولد. لكن بعد أحداث بورسعيد مشيخة الأزهر لغت الاحتفال باليوم ده. يا ترى السنة اللي جاية هنعرف نحتفل بالمولد؟ تعالوا نتفائل، وإن شاء الله السنة الجاية هتبقى أحسن بكتير.